هي باقة ورد قطفناها لكم من بستان الملحون أدهى وأرقى الفنون. هي باقة فواحة بأحسن العطور تضفي على قلوبنا الطمأنينة والسكينة وتذكرنا بأن الله عز وجل بيده كل الأمور. نطفه خافي ومنبع لكل فرج ونور. لنستمتع معا بقصيدة اللطفية من نظم الشيخ الحاج أحمد غربلي وإنشاد الفنانة المبدعة عائشة الدكالي، فلتتفضل مشكورة تحت تصفيقتكم سيدتي سادتي. Thank you.
وفجر في تضيئ